المسافرين، كما أثر بشكل سلبي على حركة الصادرات بالنسبة للمعادن والفاكهة وغيرها من المنتجات إلى الدول الإفريقية والآسيوية. ومن جنوب إفريقيا إلى هذا الخبر حول أسعار الذهب في الصين، فقد وصلت أسعار الذهب إلى أرقام قياسية مع توجه الناس في مختلف أرجاء العالم إلى أسواق بيع الذهب بسبب تدني الثقة في العملات الدولية، وقد أدى ذلك إلى تدافع الصينيين على شراء الذهب في البلد الذي يعد المنتج رقم واحد للذهب عالميا. وشهدت أسواق الذهب في العاصمة الصينية بكين موجات بشرية للحصول على الذهب في ضوء عدم ضمان المستثمرين سلامة العملات الدولية، مما يزيد من عدم ثقة الناس، وهي الأزمة الحالية التي تعيشها منطقة اليورو. جولتنا الصباحية مستمرة معكم مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لمتابعة الأحداث التي رصدتها الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت لهذا اليوم، ومع الزميلة زينب خفاجة. صباح الخير إليك زينب. هيك منيح؟ زينب هل تسمعيني؟ يبدو أنه هناك مشكلة. نعم. وزينب ليست جاهزة بعد، سوف نعود إلى زينب. زينب في أفنان، تشكل الطاقة الشمسية واحدة من أهم الطاقات والبدائل النظيفة للوقود الأحفوري والطاقة الأحفورية، وتتجلى أهميتها خاصة في ظل المشاكل التي تعاني منها الكرة الأرضية مؤخرا. طبعا أيضا في هناك إضافة إلى المشاكل البيئية، هناك أيضا مشكلة أخرى، احتمال وإمكانية نضوب. نعم. الوقود الأحفوري في المستقبل. صحيح. إذن مشاهدينا، تلجأ الكثير والعديد من البلدان إلى نوع جديد من الطاقة، وهي الطاقة طبعا الشمسية، وذلك تماشيا مع متطلبات العصر. من هذه البلدان هي الصين. نترك التفاصيل إلى التقرير التالي. انضمت شركة صينية طموحة مختصة بالطاقة الشمسية إلى قائمة الجهات الضامنة والراعية لبطولة العالم لكرة القدم، والتي ستقام في جنوب إفريقيا في حزيران القادم، ولتصبح هذه الشركة أول شركة صينية تدعم تلك المسابقة الرياضية العالمية. وتخطط يانغلي سولار، ثاني أكبر مصنع للألواح الشمسية في الصين، إلى توفير الطاقة الشمسية لعشرين مركزا تدريبيا خاصا بكرة القدم في جنوب إفريقيا. ويقول برايان لي المسؤول المالي لشركة يانغلي سولار إن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها ذلك الحدث العالمي تمثل عامل الجذب الأساسي للشركة، وإن الشركة تعمل إلى زيادة مكاسبها في العالم عن طريق المساهمة في الحدث الرياضي الأهم عالميا. ويضيف برايان لي قائلا إن الدول التي تستهلك منتجات الطاقة الشمسية أكثر من غيرها هي الدول الأوروبية الرئيسية، وهي نفسها التي تمثل النسبة الأكبر من أعداد المشجعين في تلك البطولة العالمية، وهذا الأمر يجعل ذلك الحدث فرصة دعائية متكاملة. الرياضة لا حدود لها، وكل الناس يشاركون فيها، ولا يهم إن كان المرء يحب شركة سولار أو لا يحبها، المهم أن المرأة سوف يشاهد كرة القدم في هذا الحدث العالمي كل 4 أعوام، وقد وجدنا توافقا بين جمهور لعبة كرة القدم وزبون الأسواق التي تعرض الطاقة الشمسية. وعمالقة كرة القدم مثل ألمانيا وأسبانيا يقودان العالم في الوقت الحاضر في مجال الطاقة الشمسية، بينما تعتمد الصين على الطاقة الشمسية بنسبة ضئيلة
رغم حاجتها المتزايدة لذلك النوع من الطاقة. ورغم ذلك نمت الصناعة الشمسية في الصين بنسبة 15% سنويا في الأعوام الأخيرة. وتعمل الحكومة الصينية على إنفاق بلايين الدولارات في مجال التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة وتخفيض تكاليف الإنتاج. وأصبح بإمكان شركة سولار الصينية إنتاج الألواح الشمسية بثمن ضئيل، مما أهلها لأن تصبح من بين الشركات التي تنتج الألواح الشمسية الأقل كلفة في العالم. وتخطط الشركة لأن ترفع نسبة مساهمتها في السوق العالمية لتصل إلى 12% نهاية عام 2010. أنا متفائل بشأن مستقبل صناعة الطاقة الشمسية مع توجه المزيد من الدول لأن تصبح أكثر اهتماما بتكنولوجيا الطاقة النظيفة. وأعتقد أن السوق العالمية لا تزال في مراحلها الأولى في مجال إنتاج الخلايا الشمسية، ولا يتجاوز عدد الدول الرئيسة في هذا المجال 6 أو 7 دول. ولكن العام الماضي شهد انضمام أكثر من 40 دولة إلى أسرة الطاقة الشمسية، وأخذت تحوز مكانة مالية وسياسية متزايدة بسبب الاستفادة من الطاقة الشمسية. ورغم أن الصين تعتمد على الفحم بشكل رئيسي في تلبية احتياجاتها من الطاقة ودفع عجلة اقتصادها المتقدم وانخفاض نسبة مصادر الطاقة المتجددة لديها، إلا أن توجهات الحكومة في تشجيع استخدام الطاقة الشمسية ستؤدي إلى ارتفاع نسبتها بنحو 20 مرة لتصل إلى 100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. المزيد من الفقرات المتنوعة مشاهدينا نتابعها بعد الفاصل، فابقوا معنا. مشاهدينا من جديد، الآن ننتقل إلى تقرير حول الآثار التاريخية في مصر، نتابع معه. أعلن علماء الآثار الذين يبحثون عن مقبرة الملكة كليوباترا في مصر أنهم اكتشفوا دليلا آخر على أن القبر ربما يكون في معبد يقع على قمة تل بالقرب من الإسكندرية. وقال الفريق الذي يقوم بعملية الحفر في معبد تابوزيريس ماجنا على مدى السنوات الأربع الماضية إنهم عثروا على المدخل الأصلي للمعبد الذي كانت تزينه ذات يوم تماثيل على هيئة أبو الهول، في دلالة على أنه كان من المواقع المهمة المقدسة في العصر البطلمي. كما أعلن أنهم بدأوا أيضا في اكتشاف مجمع من الغرف أسفل المعبد الذي أقيم